الباشا الكبير وعم الشباب كلها. والله انت منور شرم. حسام المصري. ابراهيم. ايه يا راجل والنبي النطة اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي؟ ده انت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي. استنى عزام. يا باشا انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد، الواد ده لسانه طويل وعليا النعمة هضربه، وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا احنا ما بنتشطرش غير على بعض. انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميداليه. والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيتضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك. ده انا كنت هموت يا ده. هتغاب عليك يلا. ايه ده انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب. انت وهو هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد. احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه من نيله بنيله زي وشكم. أنا الحق عليا اللي فكرت أعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وأنت مغمض، أنا سداد. الشغلانة اللي أنا عايزكم فيها دي عايزة رجالة. طالما الشغلانة عايزة رجالة يا باشا هيما هيعمل معانا إيه؟ شوف يا باشا، شوف هو اللي بيجر الشكل إزاي وأنا قاعد ساكت؟ لا أنا راجل قوي يا بتاع الأولمبياد، واسأل شرم كلها على إبراهيم العزقلاني، ده بيجوا بالطلب. ولو عايز تشوف الرجولة أوريها لك. أنت مش خريج آداب قسم عبري يا إبراهيم؟ أيوه يا باشا. طالع الاول على الدفعه بامتياز. طيب ما اتعينتش معيد ليه؟ عشان عارف شو ما واحده زميلته في الكافيتيريا يا باشا. انت مالك انت ايه اللي دخلك؟ الباشا بيسالني انا. هيكون ليه يا باشا الوسايط؟ عينه الخامس والسادس والسابع ولاد الاساتذه. ولاد الاساتذه. ولاد الاساتذه.